بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس التاسع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وحبيب رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله نبينا محمد على آله وصحبه. القرآن الكريم له أسماء، منها أنه حديث رب العالمين. حبيبه يا شيخ. نعم، الكلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام وحبيب رب العالمين. نعم، ظننت أنه يعني القرآن. لا لا، عن الرسول عليه الصلاة. حبيب رب العالمين. نعم. هذا ما يكفي، بل هو خليل رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهو خليل رب العالمين. نعم. قال الشارح رحمه الله: ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة. نعم. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. وقال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال الله جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل هو من بلغ أعلى درجات المحبة، من بلغ أعلى درجات المحبة يقال له خليل، فهو حاز على هذه الصفة صلى الله عليه وسلم، كما حازها قبله أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد. نعم، الخلة للاثنين، لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. نعم. وهما يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ذلك يدل على مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو يحبه حبا شديدا رضي الله عنه، ولم يمنعه أن يتخذه خليلا إلا أن الله اتخذه خليلا. والخلة لا تقبل الاشتراك، الخلة لا تقبل الاشتراك، فلذلك امتنع من اتخاذ أبي بكر خليلا، لأن لا يكون شريكا في الخلة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى: والله يحب المحسنين.
المحبة ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة. الله جل وعلا: والله يحب المحسنين، يحب المتقين. فهذا أعم، المحبة أعم من الخلة. الخلة خاصة، هي أعلى درجات المحبة. نعم. وقال تعالى: فإن الله يحب المتقين. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال تعالى: قال تعالى: والله يحب المحسنين. وقال تعالى: متقين. فإن الله يحب المتقين. هذا بالآية، فالفاء هذه سم الفاء بأول في الآية. فإن الله، قال تعالى: فإن الله كذا. نعم، مكتوب هكذا: فإن الله. لا، الآية ما فيها فاء. إن الله يحب المتقين. نعم. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. نعم، المحبة عامة. الله يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين. فالمحبة أعم، المحبة أعم من الخلة. الخلة خاصة. نعم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي، الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، لم يثبت. نعم، هذا الحديث لم يثبت، بل هو خليل الله عليه الصلاة والسلام. نعم. والمحبة مراتب: أولها العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب. المحبة مراتب، أعلاها الخلة. أعلاها الخلة. نعم. والكلام هذا مفصل في روضة المحبين لابن القيم. نعم. أول والمحبة مراتب: أولها العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، والثالثة الصبابة، وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور. الرابعة الغرام، وهي الحب اللازم للقلب، ومنه الغريم لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما. إن عذابها، أي النار، كان غراما، يعني ملازما، والعياذ بالله، ملازما للمعذبين، لا ينفك عنه. نعم. الخامسة المودة والود، وهي صفو المحبة وخالصها ولبها. قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم. السادسة الشغف، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. شغف، الشغف. نعم، ما هو بالشغب. نعم. السادسة الشغف، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. شغاف، إلى شغاف القلب. السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولكنه لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه. لا يقال عاشق الله، لا يقال عاشق الله، وإن كان العشق من درجات المحبة، لكن العشق ما يناسب إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكنه لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم، واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف، وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة،
أي نعم. الثامنة التتيم، وهو بمعنى التعبد. نعم. التاسعة التعبد. العاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. وقيل في نعم. قلت تخللت مسلك الروح مني، يقول الشاعر تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. نعم. وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. نعم. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى. أي نعم، محبة الله لعبده عباده المتقين والمحسنين، هذا محبة كما يليق بجلاله، ليست كمحبة المخلوق للمخلوق، إنما هي لائقة بجلال الله عز وجل كسائر صفاته. نعم. وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. نعم. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود يعني أوضح من المحبة ما تعرف بأوضح منها، فهي المحبة ويكفي. نعم. ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. الحدود يعني التعاريف، الحد هو التعريف. نعم. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. نعم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. كل دعوة نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كاذبة، وهي غي وهوى، لأنه ليس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم النبي، كما قال الله جل وعلا: ولكن رسول الله خاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، سيظهر كذابون 30 كل يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نعم. قال الشارح رحمه الله: لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب. نعم. ولا يقال: فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول: هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال. خوارق العادات إن جرت على يد نبي فهي معجزة، معجزات، وإن جرت على يد ولي فهي كرامة، وإن جرت على يد شقي فهي خارق شيطاني وليست من عند الله. الخوارق الشيطانية مثل خوارق السحرة والكذابين، نعم، والمشعوذين. نعم. ولا يقال: فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول: هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله سبحانه وتعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة
ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. نعم. والغي ضد الرشاد والهوى. قد تبين الرشد من الغي، فالغي ضد الرشد ضد الرشاد. نعم. والهوى عبارة عن شهوة النفس. نعم. أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. نعم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن. نعم، هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم، أنه مبعوث إلى الثقلين، مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس، بشيرا ونذيرا، فرسالته عامة. قال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وهذا في قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. جميع، ليست خاصة، جميع الناس، بل لجميع الجن والإنس. والجن اعترفوا بنبوته، مثل في سورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. استمعوا له الجن وهو يصلي الفجر في طريق الطائف إلى مكة، في رجوعه إلى مكة من الطائف، استمعوا له فقالوا هذه المقالة: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، هذا في صلاة الفجر، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهم من جن نصيبين بالعراق، ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا، يعني القرآن، أنزل من بعد موسى، يعني من بعد التوراة، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا برسوله. نعم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. نعم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى. وهو المبعوث إلى الجن والإنس. نعم. بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال الشارح رحمه الله: أما كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى عامة الجن، فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. سورة الجن يقول أوحي إلي. نعم. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله. وهذا قول خصائصه صلى الله عليه وسلم، ما بعث رسول إلى الإنس والجن إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه. نعم. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. والرسل من الإنس فقط، وليس من الجن رسول. نعم. والرسل الرسل من الإنس وليس من الجن رسول. نعم. والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول. ليس من الجن ولا من النساء، النساء ما منهن رسول أبدا. نعم. وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. مجاهد بن جبر
إمام التابعين تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. اي نعم، ما ولوا إلى قومهم منذرين، فمنهم نذر ينذرون قومهم. نعم. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، الآية، يدل على أن موسى عليه السلام مرسل إليهم أيضا، والله أعلم. نعم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة: ألم يأتكم رسل منكم. نعم. وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما. نعم، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهو لا يخرج اللؤلؤ والمرجان إنما يخرج من النهر العذب الحلو، ولا يخرج من المر. نعم. وأما كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى كافة الورى، فقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. نعم. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه القرآن إلى يوم القيامة. نعم. أي وأنذر من بلغه. نعم. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، أن الله أقره وأعانه وثبته. نعم. وقال تعالى: ولو كان متقولا على الله لأهلكه، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم. والوتين هو عرق الحياة، الودج الذي يشخب منه الدم. نعم. وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر. أنذر الناس، أنذر الناس، هذا دليل على عموم رسالته للناس كافة. نعم. أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، الآية. نعم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ليكون للعالمين، للعالمين نذيرا، ليس إلى العرب خاصة ولا إلى أهل مكة خاصة، بل هو للعالمين في وقته ومن يأتي بعده إلى أن تقوم الساعة. نعم. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا. وقل للذين أوتوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى، والأميين وهم العرب، أميون لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون. نعم. أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. نعم. وقال عليك البلاغ، الرسول عليه البلاغ والحساب على الله، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصر. نعم. هذه الخمس من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. نصرت بالرعد مسيرة شهر. نعم. فإذا سمع به العدو مسيرة شهر أصابه الرعب. نعم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بأنه صالحة للصلاة فيها كلها،
للطهور بالتيمم بترابها ومسجدا يصلى فيها. فأيما رجل أدركته الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم فعنده مسجده وطهوره. وكان الأمم السابقة من اليهود والنصارى وأهل الكتاب لا تصح صلاتهم إلا في كنائسهم نعم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. الحمد لله، تيسير من الله. نعم. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم هي الأموال التي يستولي عليها المسلمون في الجهاد مع الكفار، من أموال الكفار، هي أموال الكفار التي يستولي عليها المسلمون في الجهاد، هذه هي الغنائم، وهي أحل شيء. وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فهي أحل شيء، الغنائم أحل شيء، وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وكانت الغنائم عند الأمم السابقة والأنبياء السابقين إذا أصابوها جمعوها فنزلت نار من السماء فأحرقتها. نعم. وأعطيت الشفاعة، الشفاعة العامة التي هي المقام المحمود، يشفع لجميع الخلق بأن يريحهم الله من الموقف إلى الحساب، يقفون 50,000 سنة على أقدامهم في زحمة وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فالموقف شديد جدا. نعم. فيشفع صلى الله عليه وسلم، يشفع لهم بأن يريحهم الله من الموقف إلى الحساب. نعم. ويعتذر الأنبياء كلهم عن الشفاعة هذه. نعم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، فالرسل السابقون يبعثون إلى أقوامهم خاصة لا إلى الناس كافة إلا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أخرجاه في الصحيحين، وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، رواه مسلم. لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، لأن الأمة قسمان، أمة دعوة وهذه يدخل فيها الكفار، وأمة إجابة وهذه خاصة بالمسلمين. نعم. لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، رواه مسلم. اليهود والنصارى من أمته، من أمة الدعوة. نعم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فالذي لا يؤمن بعموم رسالته يكون كافرا. الذي يقول إنه رسول إلى العرب خاصة هذا كافر، إلا إن كان جاهلا فإنه يبين له، فإن أصر فهو كافر، رسالته عامة وليست خاصة بقومه مثل ما كان من الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام، وأيضا ممتدة إلى من يأتي إلى يوم القيامة، ليس بعده نبي. نعم. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. نعم. وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة،
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يجب تصديقه في ذلك. نعم. وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما. نعم. فقد أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض، وهذا من الأدلة أيضا أنه كتب إلى كسرى وقيصر وملوك الأرض يدعوهم إلى الله، هذا دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. نعم. فقد أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو. كسرى هذا ملك الفرس، قيصر هذا ملك الروم. نعم. والنجاشي، نجاشي ملك الحبشة. نعم. والمقوقس، المقوقس ملك مصر. نعم. وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. وقوله وكافة الورى في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال، أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك وهي اسم فاعل، والتاء فيها للمبالغة أي إلا كافا للناس عن الباطل، وقيل هي مصدر كف فهي بمعنى كفا أي إلا أن تكف الناس كفا، ووقوع المصدر حالا كثير. الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية. نعم. أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. نعم. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف أي إرسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا، هذا بحث نحوي. نعم. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة، والضياء أكمل من النور، قال سبحانه هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. نعم. الشمس ضياء، سراج، جعلنا سراجا وهاجا وضياء، هذا وصف للشمس، وأما القمر فهو نور لأنه يكتسب ضوءه من الشمس، القمر يكتسب ضوءه من الشمس، ولذلك إذا حالت الأرض بين القمر والشمس ينكسف القمر. نعم. وإذا حال القمر دون الشمس انكسفت الشمس. نعم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر. نعم. هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ
وإليه يعود. نعم، يعني في آخر الزمان يرفع القرآن إلى الله سبحانه وتعالى، يؤخذ من المصاحف ومن صدور الرجال ويرفع إلى الله سبحانه وتعالى ويعود إليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين. الكلام الذي ذكره هذه قاعدة شريفة. نعم. هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. نعم. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. نسبة الكلام إلى الله. نعم. أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. نعم، المشهور أنه كلام الفلاسفة. نعم. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. قول الجهمية وقول المعتزلة. نعم. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. هذا قول الأشاعرة. نعم. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. نعم. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكتاب ومن أهل الحديث. نعم. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدث إلى ما يحدثه أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائمة بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي بالمطالب العالية. نعم. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. الجويني يعني، أبو المعالي الجويني. نعم. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء. هذا الصحيح. نعم. أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. نعم. وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما. إلى هنا ما صحيح هذا. نعم. وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة. قول الشيخ رحمه يعني الله الأخير. الصفات الأخيرة ما هي. نعم. وقول الشيخ رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. أكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة، هذا في الألفية. نعم. وقوله كلام الله منه بدأ بالقول أو حلت محل حال فزرته وإني ذو أمل.
نعم. وقوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، نعم، رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم. المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، واصل بن عطاء الغزال، وكان من تلاميذ الحسن البصري. فلما سئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة قال إنه مسلم مؤمن ومعرض للوعيد، فاعتزله تلميذه واصل بن عطاء وقال إني أقول إنه ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في المنزلة بين المنزلتين. هذا عند المعتزلة، نعم، ولذلك سموا بالمعتزلة لأن إمامهم واصل اعتزل الحسن البصري إمام أهل السنة والجماعة في وقته، نعم. فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم، قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقولهم باطل. فإن وقولهم باطل فإن المضاف إلى الله معان وأعيان، فإضافة معان وأعيان، فالكلام هذا من المعاني، والأعيان مثل بيت الله وناقة الله هذه أعيان، إضافتها إضافة تشريف وتكريم، نعم. فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، نعم، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وصفات لله، نعم، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، نعم، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا، نعم. والوصف بالتكلم، والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده الذي يتكلم هذا أكمل من الذي لا يتكلم، وصف الله بأنه يتكلم هذا من الكمال، ولهذا قال الله جل وعلا في الذين عبدوا العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم، ألم يروا أنه لا يكلمهم، الرب يكلم سبحانه وتعالى ويتكلم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، نعم. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص، قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، نعم. هو قصة العجل هذا أن بنو إسرائيل خرجوا من مصر، جلوا من مصر مع موسى هربا من فرعون وقومه، وكان عند النساء حلي استعرنه كان عند النساء حلي استعرنه من الأقباط قوم فرعون، وهم خرجوا هربوا من مصر ومعهم هذا الحلي وهو ليس لهم مستعيرينه من الأقباط، فجاء السامري وأخذ هذا الحلي وصاغه على صورة عجل مجسم يدخل الهواء من جانب ويخرج من الجانب الآخر فيكون له خوار من الهواء، فظنوا أن هذا إنه يعني ما هو إن هذا ما هو من الهوى، هذا يتكلم، العجل هذا يتكلم، فعبدوه من دون الله والعياذ بالله،
ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. نعم. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. إيه، لأن ما قالوا لموسى وربك لا يتكلم، لما قال لهم موسى عليه السلام إن ربه يكلمه، موسى كليم الله يكلمه الله، ما هو يوحي إليه وحي بواسطة جبريل، لا يكلمه، إذا أراد منه شيئا كلمه، يا موسى افعل كذا، وموسى يكلم الله عز وجل، كلم الله، والله يستمع لكلام موسى ويجيبه. نعم. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. لا يرجع إليهم قولا، يعني لا يجيبهم إذا سألوه. وفي الآية الأخرى: ألم يروا أنه لا يكلمهم. نعم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. أي نعم، فهذا في رد على الجهمية والمعتزلة الذين ينفون الكلام عن الله ويقولون كلام الله مخلوق، تعالى الله عن ذلك، عندهم إن الله لا يتكلم وإنما كلامه يعني أنه خلقه في الإنسان أو خلقه مستقلا، تعالى الله عن ذلك. وماذا عليهم لو أنهم آمنوا أن الله يتكلم وأن كلامه موجود، والقرآن كلام الله والتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله، ماذا يضرهم؟ لكن الضلال والعياذ بالله، والشيطان صدهم عن سبيل الله، ودعاة الضلال أيضا صدوهم عن هذا. نعم. وغاية شبهته يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. نعم. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. نعم، ما هو مثل كلام المخلوقين، كلام يليق بجلاله كسائر صفاته سبحانه وتعالى. نعم. إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم: ألا ترى أنه تعالى قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم فنحن نؤمن أنها القيامة. يوم القيامة الكافر يختم على فيه فلا يستطيع الكلام، تتكلم رجله ويده وجوارحه بأفعاله أنه فعل كذا، تشهد عليه جوارحه، يشهد عليه جلده ويختم على فيه، صلى الله العافية. نعم. ألا ترى أنه تعالى قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم فنحن نؤمن أنها تكلم ولا نعلم كيف تتكلم. أي نعم، هذا في المخلوق، فكيف بالخالق؟ نعم. وكذا قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، سبح الحصى بيد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سمع الناس كلامه، والطعام يسبح. نعم. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا ثمن. سلام الحجر على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، حجر في مكة، كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غار حراء يتعبد فيه،
وكل ما مر على هذا الحجر سلم على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر كل ذلك بلا ثمن يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. نعم. وإلى هذا الله على كل شيء قدير، ينطق الحجر ينطق كل شيء. نعم. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدأ بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به، تكلم الله به. نعم. وأكد هذا المعنى بقوله قولا أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما. الله جل وعلا يقول سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، من كلام الله سبحانه وتعالى. هذا السلام الله تكلم به. نعم. أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. ولقد قال بعضهم لأبي عمرو ابن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله، كلم الله يبيه يقرأ وكلم الله موسى، يصير موسى هو المكلم والله هو المكلم. قال هبني قرأتها كذا، ماذا تقول في قوله فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ انبهت الجهمي، انبهت لما قرأ عليه هذه الآية وكلمه ربه. نعم. بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال له أبو عمرو ابن العلاء هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي. نعم. وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. نعم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، إكراما لهم لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه تجلى لهم في الجنة فرأوه عيانا إكراما لهم، فلا يجدون نعيما ألذ من رؤية الله جل وعلا. ينسون نعيم الجنة إذا رأوا الله عز وجل. نعم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم، رواه ابن ماجه وغيره. نعم. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ وقال تعالى إن الذين يشترون معنى واحدا كما تقوله الأشاعر، إن عبر عنه بالإنجيل إن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه صار باللغة أخرى صار توراة، وهكذا
وإن عبر عنه بكذا صار قرآنا، كذا يقولون. نعم. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. لا خلاق لهم في الآخرة يعني الجنة، لا خلاق لهم في الآخرة يعني لا نصيب لهم في الجنة والعياذ بالله. الخلاق هو النصيب. نعم. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. نعم. فأهانهم بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم هو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلو تعذيب وتهديد. نعم. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث، فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون الله بأسمائه وصفاته خالق كل شيء، بأسمائه وصفاته ومن صفاته الكلام. نعم. وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى. وإنما نعم، لأنهم يقولون العبد يخلق فعل نفسه، ينكرون القدر والعياذ بالله، ويقولون ما قدر، إن الإنسان يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين مع الله، لذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين مع الله عز وجل. نعم. وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. وكيف يأمر وينهى وينادي ويكلم وهو لا يتكلم؟ تعالى الله عما يقولون. نعم. إذ بأمره تكون المخلوقات، قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له. بأمره معناه أنه يأمرها وتسير وتطلع وتخرج وتبدو وتغيب بأمره سبحانه وتعالى، يأمرها بذلك. نعم. ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق وبين الأمر، هذه أعظم آية تقطع ظهورهم. ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر. نعم. ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل. وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم
أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، فلزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق. هذا يقولون كل كلام في الوجود كلامه، حتى نباح الكلاب عندهم كلام الله، كل كلام في الوجود كلامه، يقولون كذا لأن الله خالق هذا الكلام، وكل كلام في الوجود كلامه أي خلقه. نعم. ولا يفرق حين، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق، بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله، بل يلزم ولم تقل نطقنا، بل قالت أنطقنا الله. نعم. بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هديانا، تعالى الله عن ذلك. نعم. وقد طرد ذلك يقولون وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، تعالى الله عما يقولون. نعم. وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ابن عربي الطائي الملحد خبيث صاحب وحدة الوجود، أكفر أهل الأرض ابن عربي. نعم. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف الأعمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصير بغيره، ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا، عبد العزيز الكناني المكي الذي ألجمهم بالمناظرة وقطعهم في الحيدة، كتاب له اسمه الحيدة، الحيدة مطبوع، كتاب جليل في إفحام هؤلاء. نعم. وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل، وألزمه الحجة، فقال بشر يا أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز تسألني أم أسألك؟ فقال بشر اسأل أنت. عبد العزيز الكناني خرج من مكة وذهب إلى العراق ليناظر هؤلاء الفجرة، فخصمهم عند المأمون. نعم. فقال بشر اسأل أنت وطمع في، فقلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحاد عن الجواب. فقال المأمون اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. فقال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة، ولا يكون منه شيء مخلوقا. وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم،
ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته، فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة، في كتاب الحيدة له. نعم. وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. الله خالق كل شيء، أي كل شيء مخلوق، مو كل شيء مطلق، كل شيء مخلوق فالله خالقه. نعم. وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء. ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة، وما يستحق التدمير. تدمر كل شيء أمرت بتدميره، كل شيء أمرت بتدميره، ولم تؤمر بتدمير كل شيء، يعني كل المخلوقات، لا. نعم. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك. وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك، غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها. وأوتيت من كل شيء يحتاجه الملوك، أو من كل شيء عام، من كل المخلوقات عند بلقيس، لا. نعم. ولهذا نظائر كثيرة. والمراد من قوله تعالى: الله خالق كل شيء، أي كل شيء مخلوق. نعم. وكل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه هو الموصوف بصفاته ليست غيره. هذا بداية كلام، نؤجله إلى درس القادم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا في فرنسا كثير من المترجمين يقولون بأن معنى إبراهيم خليل الله يعني أن إبراهيم صديق الله الحميم، هل هذه الترجمة تستقيم؟ لا، هذه باطلة. خليل الله من الخلة، وهي غاية المحبة. نعم. لكن هؤلاء جهلة، ما يدروا، مثل اللي ترجم معنى قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال: هن سراويل لكم وأنتم سراويل لهن، ما يفهمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله عز وجل؟ هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله عز وجل؟ ما في شك أنها تابعة لمحبة الله لمن أرسله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يكون للإنسان أكثر من خليل، أم أن له خليل واحد؟ ما تقبل الخلة الاشتراك، ما له إلا خليل واحد، ولذلك الله يحب المتقين ويحب المحسنين، لكن ليس هذا خلة، هذه محبة. الخلة خاصة، اتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يشاركه في ذلك إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يصح أن أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليلي؟ نعم. أبو هريرة يقول:
أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في مانع، لكن الرسول لا، ما يعدد الأخلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك يسأل حفظكم الله فيقول: هل يمكن للإنسان أن يقول بأن الله عز وجل خليلي؟ مش يدريك أنه خليل؟ عندك دليل أنه خليل؟ اتخذ الله وإبراهيم خليلا ولم يشاركه إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الخليلان فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: كثيرا ما نسمع ونقرأ في بعض الكتب ومنها هذا الكتاب قولهم قال الله تعالى حكاية عن كذا، هل يوصف القرآن بأنه حكاية أو منه ما هو حكاية؟ ما هو كل القرآن حكاية، هذا الشيء خاص فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هناك امرأة تدعي وتقول: رأيت في المنام أنني صرت رسولة وأمرت بالدعوة إلى الله، يقول: ما النصيحة والتوجيه في هذا الأمر؟ هذا من الشيطان، هذه الرؤيا من الشيطان، فلا تصدقها ولا تتكلم بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن الرؤيا على ثلاثة أقسام: الرؤيا التي هي أضغاث أحلام، هذه لا قيمة لها، الرؤيا التي يأتي بها الملك، ملك الرؤيا هذه حق، الرؤيا التي يأتي بها الشيطان هذه باطلة. نعم. ولذلك إذا أردت أن تنام تقرأ آية الكرسي، ألا يقربك شيطان حتى تصبح، لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ذكرت الصابئة في القرآن الكريم، يقول: هل هذا، هل هو دين أم ما هو؟ أي نعم، أي نعم، الصابئة على قسمين: صابئة كفار وصابئة مسلمون. نعم. فضيلة الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، هؤلاء أصحاب ملة وأصحاب دين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والشيخ تقي الدين يقول صابئة، قال قسمين: صابئة حنفاء يعني مسلمون، وصابئة كفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تصح الصلاة في المقبرة؟ وإذا كان ذلك ممنوعا فهل العلة هي النجاسة، نجاسة القبور؟ لا، هذا قول باطل، العلة سد الذريعة لعبادة القبور، سد الذريعة لئلا تعبد القبور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من خارج هذه البلاد، يقول: انتشر عندنا الجهل، فأغلبية الناس في بلدنا ينتسبون إلى الإسلام لكنهم لا يصلون، إذا ذبحوا ذبيحة هل يجوز لنا أن نأكل من لحم ذبيحتهم وهم لا يصلون؟ لا، اللي ما يصلون كفار، الصلاة عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك إشكال في هذا القول، وهو أن أول واجب على العباد هو معرفة الله بالتوحيد؟ أول واجب على العباد هو معرفة الله بالتوحيد. أين أول واجب؟ هو توحيد الله، ما هو معرفة الله، أول واجب توحيد الله، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجلان في المسجد
يقرأ كل واحد منهما القرآن في المصحف، ثم التفت إلى بعضهما وجلس يتحدثان سويا والمصاحف مفتوحة، فأنكر عليهم رجل وقال: فتحكما للمصحف حال الحديث حرام ولا يجوز، فأغلقاها ثم تكلم. يقول: هل حكمه بالتحريم هذا صحيح؟ ما فيه نظر، ما تعمدوا هذا، هم يقرؤون وعرض لهم عارض انشغلوا وبقيت المصاحف مفتوحة، ما قصدوا هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للعامي، إذا كان هناك أقوال فقهية في المسألة فبما يأخذ من هذه الأقوال؟ يأخذ بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يأخذ بالأقوال، يسأل أهل الذكر، إذا كان ما يعرف الصحيح بدليله يسأل العلماء. نعم، انتهى، وفقك الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.